السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. أعتقد اليوم أن الأمور لا تبشر بخير مع الجزائر. طبعا ما كانش كتبشر بخير، ولكن اليوم ظهرت واحد المؤشرات اللي نقدر نقولوا بلغ السيل الزبا. نبداوها بقضية ديال السلطانخية، هذه الانفصالية اللي جمعت عليها واحد مجموعة من الانفصاليين، وقالوا اليوم بأن الشرطة القضائية فتشات المنزل ديالها واعتقلتها رفقة بعض أشخاص آخرين تهما انفصاليين. هذا الخبر نزل بردا وسلاما على المغاربة، وقالوا هالشي اللي خصني ندار. فعلا بالنسبة للانفصالي الداخل كيشكلوا مشاكل كبيرة للمغرب، وكيزعجونا كاملين، وحنا كنشوفوهم بأنهم كيشكلوا واحد الخطر، نقدر نقولوا أخطر من أصناف أخرى، ولا بد أن المغرب يتحزم لهم طبعا في إطار القانون بدون تعسف. واليوم تم اعتقال المسمات سلطانخية، هي وبعض الرفقاء ديالها اللي كانوا معها في المنزل، وتم تحويلهم للشرطة القضائية والاستماع لهم وإخلاء سبيلهم. وهي يعني فاش تم إخلاء سبيلها خذات فيديوهات، طبعا أنها تستغل هذا الموقف وتتكلم في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول أنها تقول واحد مجموعة من المسائل، وتتهم رجال الشرطة بالتعسف وبالتعذيب، وكذلك بسرقة مجموعة من المحتويات. وأنا معوش يعني ما كان متعودش أنني كنسمع الصوت هذا الانفصاليين، ولكن غير نسمعوا لها واحد شويه غير باش نعرفوا غير الفكر ديالها وشنو الطريقه كيفاش كيديروا فكروا كيفاش كيديروا كيتصرفوا. انه ما زادنا ما هو قوه وزادنا اراده، ونقول للشعب الصحراوي عن المغرب كاع الى الفدي الدار كامل، شفت باقي القناعات وباقي الماشي في الدم وباقي المبادئ وباقي المعركه متواصله ان شاء الله. وفودني يقول لي عرانك تعليها مرة ثانية أنا ينكتلك، تعليها مرة ثانية أنا ينكتلك، تعليها مرة ثانية أنا ينكتلك. للأسف ذاك اللحظة داري يمشي عليا، قالوا لي شيء لا نصنت، أنا ما قادري تبارك الله، ولا أنا خايفة ولا أنا متوسوسة، يا قال سخفوني ذيك البايقة، دوسوني ذيك البايقة داروا على خناف. راه بلد بطهم وبلد تعذيبهم وبلد حدودهم كاملة. وسرقوا عليكم؟ سرقوا ندي عنها من عند 5 ملاهي مقربية. كان عيد بايعين قنمنا الايامات الماضي، وطرحناها هنا ندورها باش نحكموا طاقه شمسيه، كنا مع هذو الكبارات. سرقت اللي قالوا مسايلنا خاصه، سرقت ريسيدنستي وباسبوري، سرقت عليا ملابسي كامله بمواقيني بصاك. ويلا الدهن الدهن اللي تنخر يا بوش، من الدهن يتل من الدهن طارحته عند راسي نتنخر به ارتفد، مكتوبنا ارتفد، ملاحفنا ارتفدوا، يا خالق نوع ملتوه يجيكم للصالون ارتفدت منه امبريميات، ارتفد منه اوردوناظور، ارتفدت منه لباق والبافات الكل ديال تليفوناتنا زارت تليفونات الشارج من اثمن تليفونات باور بان، ارتفدوا ارتفدوا ويسيبات الويسيبيات كاملين، وارتفد الاورديناتور والبولات الورقه كاع الورقه اللي تاع ارتفد العلم الوطنيه ومن ضمنهم علم الجزائر كانه علم الجمهوريه اللي دايرين في الصالون تاع، ارتفدوا اللافتات ديال المعتقلين السياسيين. إذن بالنسبة لي شخصيا رأيي هو أنه خصنا نكونوا صارمين مع هاد الانفصاليين اللي موجودين معنا. فطبعا حنا كنقولوا من طنجة للقويرة المغرب متحد، وكنا عايشين تحت شعار الله الوطن الملك، والدستور هو اللي كيجمعنا هو اللي كنحتكموا ليه. إذن أي واحد كيف المغرب كيشوف راسه بأن عنده حرية التعبير أو عنده حرية التعبير على رأيه، ما كاين مشكل يكون داخل المؤسسات، ولكن ان يجي يدير واحد الامور انفصاليه ويدبر امور ماشي بالمصلحه ديال المغرب، ويجيب ديك الخرقه اللي كتمثل واحد الوهم وكتبقى يدور فيها في الزنقه ويديرها في السراجم ويديرها في السطوحه وديك الاخر ويستفز مشاعر المغاربه، هادشي غير مقبول. فالمغاربه كاملين قروا مصيرهم ووحدوا كلمتهم على مجموعة من الأمور اللي راها مسطرة في الدستور المغربي،
وهذاك اللي كنحتكموا ليه. ولهذا هادو لقاو هاد الناس هاد الانفصاليين لقاو واحد المساحه ديال حريه التعبير، واحد المساحه ديال الحريه، وباغين يستثمروها بواحد الشكل غير لائق، ويحاول ما امكن انه يوهموا الاعلام العالمي والمنظمات الحقوقيه بواحد الامور ماشي هذيك، وهما اصلا وجودهم باطل، ما بني على باطل فهو باطل، وسلوكهم كله باطل. وبالتالي ان كما كنشوفوا في النقاش اللي كيكون في المغرب، على انه ما خصناش نتسامحوا مع هاد الناس هادو، ما نسامحوش معهم، وخص تطبيق القانون. وحتى الا ما كانش مواد قانونيه اللي يمكن المغرب يعتمدها، انه لابد من السلطه التشريعيه، المؤسسه التشريعيه انها تشتغل في هذا المجال، ضروري ومؤكد. والنقطه الثانيه اللي ما خصهاش تدوز هكاك، وانا كنت شفت ليها في قناتكم اللي كانت سميتها القناه المغربيه ورجعت اليوم قناتكم، الشيء اللي صدروا البارح، رئيس الجزائري المجيد تبون فاش امر مؤسسات جزائرية أن ما تتعاملش مع شركات مغربية، وأعطاها أوصاف في شكل وسمها كيانات أجنبية، وقال بأن هذه المؤسسات كتتعامل مع هذه الكيانات الأجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد، وقال بأنها العلاقات التي تتم مباشرتها دون استشارة أو دون تشاور مسبق تؤول لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه. وقال كذلك أن هذا ذكر بعض المؤسسات، وقال هادو كيربطوا اتصالات مع مؤسسات مغربية أو شركة جيزي للهاتف النقال التي أوكلت عمليتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر. إذن هنا بالعربية تعربت، الرئيس الجزائري كيوصف المغرب بلوبيات أجنبية معادية للمغرب، وحنا كنذكروا بأنه كان القنصل المغربي بوهران قال بأننا رحنا في دولة عدوة وقائمة القائمة، ما بغاوهاش وما عجبتهمش وكذا، وقالوا بزاف الحوايج. والآن رئيس الجمهورية الجزائرية بطريقة كتابية قالك لي باغون سون فول اللي كري غاست، الهضره كتمشي ولكن الكتبه باقيه، وهذا دليل هنا بانه خصص امور يعني مؤسسات مغربيه، وهنا بين ذاك العداء للمغرب وما خفاش، وهذا كيزيد يذكي العداء الجزائري ضد المغرب. وحنا كنقول دائما على انه عصابه الجزائر كتنفخ في الجزائريين وكتزرع فيهم واحد الحقد، واحد الكراهيه، واحد العداوه في اتجاه المغرب، وحنا كنحاولوا اننا نصحوا هذه المفاهيم كامله بمساهمه يعني فعاليات مغربيه وفعاليات جزائريه، ولكن مع الاسف هذه الرساله كتزيد رسميا كتعطي واحد الرسميه لديك العداوه الجزائريه في اتجاه المغرب. وهذا الشيء هذا خطاب ديال الكراهيه، ونذكروا على انه كانوا فعاليات جزائريه ومغربيه، وكان لي الشرف ان نكون واحد منهم، اننا قدمنا نداء لفتح معبر انساني وكذلك لنبذ خطاب الكراهيه. نتكلموا بصراحه بين بيناتنا بين الشعب المغربي والشعب الجزائري، ولكن الكراهيه والحقد ما كتدي حتى شي نتيجه. اذا هاد الامور هذه كامله كتخلينا اننا نتوجسوا ونتاكدوا على ان هاد النظام الجزائري ما خلانا حتى شي امل، وكل مره كيزيد ويأكد بانه عنده عداوه جينيه للمغرب، مهما دار المغرب ومهما كانت الحقائق فانه كيكل العداء للمغرب، وخاصه مؤخرا بعد القرقرات بقى يحصد واحد الهزائم وهزائم وهزائم، وخاصه هاد الضربه ديال ابراهيم الرخيص ولا بن بطوش اللي داروها دارتها الجزائر مع اسبانيا وتفتحات، والمغرب عرف كيفاش يستعملها، اذا ضاق به الدرع. والان عاد الجزائر ولا العصابه ديال الجزائر كتحس براسها بانها محاصره من طرف العالم وكذلك من طرف الحراك الشعبي، فكتقلب اننا تقلب استفزازات مع المغرب، وكتحاول ما امكن على انه تخلق مشاكل كبيره وتصعد الموقف مع
المغرب، والمغرب مازال محافظ على ضبط النفس، ومازال محافظ على الدبلوماسيه الرزينه، ومازال محافظ على الحكمه والتمسك بالاخوه والجوره المغربيه الجزائريه. لكن مع الاسف الجزائر متمادي في هذه الامور. وانا البارح فاش شفت هذه الامور قلت لا امل في الجزائر، وممكن ستقدم على مجموعه من الامور، وخاصه اننا كنعرفوا ان الجزائر لما تنهزم في مجموعه من الامور كتمشي تلتجأ للحيط القصير، والحيط القصير يمكن هذه المره هما اللي غيكونوا المغاربه في الجزائر. وهذا الكلام ما قلتوش غير هكذاك، طبعا كاين تحليلات وكاين قرائن، ولكن اليوم زاد هكا اكدها لنا الاخ المناضل الجزائري وليد كبير في تدوينات، حيث قال انه في الصفحه ديالو في تويتر قال نظام العسكر وعقب الهزائم التي تلقاها في اداره صراعه مع المغرب في ملف الصحراء المغربيه يريد الانتقام مجددا من الابرياء. بالحيط القصير اللي قلت لكم، هذه المرة الضحايا هم المغاربة العمال الذين لم يتحصلوا على أوراق الإقامة في الجزائر تعسفا، رغم أنهم يستحقونها لانضباطهم وتفانيهم في العمل. وأنا كان عارف لو كان ما سي وليد كبير وكان ما عندوش مصادر اللي كتأكد هالشي، ميمكنلوش يكتب هالشي هذا، ميمكنلوش يخلع عباد الله ولا يخلق شي حاجة من والو. فأنا تحليلي البارح قلت على أنه الجزائر في تحليلي وفي تفكيري وفي نفسي قلت الجزائر ستقدم على حماقة من الحماقات، ومجموعة من السيناريوهات فكرت فيهم ولكن لم أفصحش عليهم. وحدة منهم هما هادو. وكيزيد سوال كيقول على أن نظام العسكر بصدد تحضير لحملة طرد جماعية بعد عيد الفطر للمغاربة، والحجة هي الإقامة غير الشرعية، بمعنى أنه غادي يمشي للمغاربة اللي ما عندهمش إقامة شرعية أنه طردهم باعتبار على انه ما عندهمش اقامه شرعيه، حتى يعني لا موه الناس شحال يقولوا لا راني كنطبق القانون، وطبق القانون غير على اختي عيشه. الخطه تتضمن الضغط على المغرب من اجل ترحيلهم جوا، وحسب تقدير السواري كيقول العدد يقدر بالالاف، وهذا قرار لا انساني وستكون له تبعات خطيره، وعلى الشعب الجزائري الوقوف ضد هذه العمليه الدنيئه في حالة عدم تراجع النظام عنها، وأن لا يسمح بتكرار فضيحة طرد العمال سنة طرد المغاربة سنة 1975 في عيد الأضحى في عهد بومدين. مسؤوليتنا واحدة كي نمنع مثل هذه الممارسات، ومن حق كل المغاربة العمال الذين حرموا من أوراق الإقامة أن تتم تسوية وضعيتهم، بمعنى أنه في العوض ان باش الجزائر تحاول ان تسوي الوضعيه لهاد المغاربه انهم كيفكروا انهم يطردوهم. وانا هنا كنقول انه المغاربه اللي كاين في الجزائر وخاصه اللي راهم خدامين في المجال ديال البني في المسائل هذه كامله يفكروا انهم ما يطوروش في الجزائر، يحاول ما امكن انهم شو كيفاش يديروا باش يدخلوا البلاد، لان طال الزمن او قصر الجزائر غادي دير لهم شي حاجه ماشي هذيك. ما حد الان راها في حاجه لهم، راها ما دايرش شي اجراءات، ولكن نهار شوف بانه هذه ديال العامله ما بقاش كتادي داك الخدمات ولا محتاجه لهاش بزاف، صافي غادي تطردهم ما تردتش. وهناك من المغاربه يقول خالد وليد، المغاربه ما تزوجوا جزائريات ولهم ابناء وليست لهم اوراق اقامه. علينا الوقوف وقفه رجل واحد ضد هذه الحمله في حال تنفيذها والتي لا يقبلها الدين والعقل. هادو ما كيعرفوا لا دين لا عقل السي وليد، كيعرفوهم. العمال المغاربة يشتغلون في عدة ولا في العديد من القطاعات، وساهموا وما زالوا يساهمون في إنجاز العديد من المشاريع خصوصا في قطاع البناء، وغير مقبول أن يدفع الأبرياء ثمن إخفاقتك أيها النظام الفاشل. إن هزمت على المستوى الدبلوماسي، هذا الخطاب كيوجهه وليد كبير للنظام الجزائري، إن هزمت على المستوى الدبلوماسي أنت المسؤول وأنت تتحمل تبعات فشلك، وليس من لا دخل لهم في الصراع تعمل ليل نهار على إذكائه. ستفقد احترام العالم والبشرية بشكل نهائي هذه المرة إذا أقدمت على هذه الفضيحة. إذن هذا صوت جزائر حر كيوجهه للنظام الجزائر،
بكل جرأة وبكل حرية وبكل مصداقية وبكل نقاء اللي كنعرفوه على السي وليد وكنحيوه وكنحيو من امثاله من الجزائريين اللي بدينا اليوم كنسمعوا اصوات ديالهم. ولكن رغم ذلك دائما كما كنقول ان الشعب الجزائري الكره في ملعب الشعب الجزائري. واقول الشعب الجزائري واش رايك في هادشي اللي راه واقع؟ واش رايك في هادشي اللي كدير العصابه ديال الجزائر؟ واش نتوما موافقين هادشي ولا موافقينش؟ خصكم توضحوا لنا الموقف ديالكم. فات وقت الصمت، الان راكم في حراك شعبي مبارك نتمنى لكم فيه التوفيق، ولكن لابد انكم توضحوا رايكم فيه. واش كتبغيو هذا المنكر اللي راه ديروا الجزائر، اللي دارته الجزائر في حق المغاربه هذه شحال، اللي دارته في حق المغرب هذه شحال، واللي مازال واللي المؤشرات كلها كتاكد بانه مازالين ومصرين على الافظع. كما كنستعمل دائما واحد العباره كنقول الجزائر تأبطت شرا. اذا الكره الان في ملعب الجزائريين. عواش مبروكه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.